يشرف الباحث الزراعي وجيه المتوكل على مرحلة الإنشاء للبيوت المحمية المغطاة التي تستخدم لنظام الزراعة المائية. بيوت لا تزال طور التجهيز وذات كلفة عالية مقارنة بأوضاع المزارعين، ومع ذلك فقد بدأت تنتشر في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى. إنشاء نظام الزراعة المائية ووحدة الزراعة المائية تحت البيوت المحمية بيعتمد على أساسيات، وهي شبكة الري وشبكة الصرف التي في النظام المغلق في الزراعة المائية لازم يدور الماء، أعيد تكرار استبدال الري بالماء عدة مرات، لأن احنا بنوفر في الزراعة المائية ما يقرب من 80% إلى 75% إلى 80% من الماء، وهذا ميزة من مميزات الزراعة المائية. لكن نستفيد من هذا الميزة عمل هذا النظام، نظام أحواض مغلقة، الأحواض مبنية الآن بالطوب. يعني هذا النظام بيوفر لي أننا أستفيد من المستودع قصوى وأعمل لي المحاليل المغذية، وأقدر أن أعمل نظام الزراعة المائية بيشتغل بأقل كلفة وتخدم المزارعين. في هذه البيوت المحمية التي أصبحت منتجة، تقدم المهندسة الزراعية تيسير السنحاني إرشادات للمزارعين حول طرق العناية بالمحاصيل والنباتات، إرشادات تمكنهم من القيام بعملهم بطرق سليمة يتطلبها هذا النظام الذي يستغني عن التربة التقليدية، معتمدا على الماء كوسيط بديلا عنها تضاف إليه العناصر الغذائية اللازمة للنبات عن طريق المحاليل. طبعا النظام هذا لا زال في تخوف بصراحة، يعني حتى في الفترات الأخيرة من لما دخل النظام في تخوف، في ناس يقول لك أنه مكلف، طيب التكلفة الإنشائية له مرتفعة، أيضا الأسمدة الذي بيتم إضافتها هي سموم وتعود بالسرطانات وما إلى ذلك، نتيجة ضعف الوعي لدى المجتمع بهذه التقنية. طبعا إيش يعني زراعة مائية؟ الزراعة المائية هي الزراعة بدون تربة، واستخدام الماء كوسط بديل للتربة مع إضافة الأسمدة أو المغذيات لهذا النبات عن طريق المحالي. ورغم التخوف من جدوى هذا النظام الزراعي حديث العهد لدى المزارعين، إلا أن كثيرا منهم أصبح يفضله لإنتاج بعض المحاصيل الزراعية دون غيرها. الزراعة المائية هي فالماء اقتصاديا فيها أحسن من التربة، وفي كان انتاجه فالانتاج انتاجه عالي في حق الانتاج، يعني مضاعفه التربه المحصول فيها. حتى عند الزرع احنا ما تزرعها اول ما تزرعها هي من اول يوم احسب لها 40 يوم اني تقضف منها. المزارعون يرون أن وجود توجه رسمي لدعم وتشجيع هذا النظام سيسهم كثيرا في انتشاره وسيعزز التوجه نحوه بشكل سريع. نظام الزراعة المائية لا يزال في مراحله الأولى حتى الآن، ورغم ذلك أصبح مستحسنا من قبل المزارعين وبدأ يحقق الرواج تدريجيا، ولكنه يحتاج إلى مزيد من الإمكانيات والدعم ليحقق الانتشار والتوسع بشكل أكبر. خليل القاهري، العربي، صنعاء.